اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصه. معنا اليوم ضيف مميز جدا وهو السيد علي ردايده المدير العام لشركه برادفورد لصيانه السيارات وقطع الغيار. اهلا وسهلا بك. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم بشركه برادفورد. يعني سيد علي ردايده، بدايه بهمنا انه نعرف عن شخصك الكريم، من هو علي ردايده؟ انا مهندس ميكانيك. نعم. طبعا تخرجت من بريطانيا، طبعا درست انا. نعم. بعثي احساب الجيش الاردني. نعم. ورجعت على الاردن ودخلت القوات المسلحه الاردنيه برتبه. نعم. ملازم ثاني مربوط باعلى درجه. نعم. واستمريت في الخدمه حتى رتبه عقيد. نعم. واشتغلت في عده مجالات في القوات المسلحه. نعم. وساهمت في مشاريع هندسية كثيرة خاصة في مشاغل الحسين الرئيسية. نعم. ومنهم كان مشروع تحويل دبابة ميم 48. نعم. إلى جرافة. نعم. تعادل الام دي 8. نعم. وماكينات تصنيع كثيرة فيها توفير كثير على القوات المسلحة وعلى موازنة. نعم. الدولة بشكل عام. نعم. وخلال خدمتي في القوات المسلحة أيضا خرجت مراقب عسكري على جورجيا وأبخازيا لمدة سنين. نعم. وكانت هاي فرصة لي أتعلم من اليونايتد نيشنز، من الأمم المتحدة، أشياء كثيرة. نعم. بالإضافة إلى ما تعلمته في القوات المسلحة الأردنية. بعد أنا ما خلصت من القوات المسلحة الأردنية لقيت فرص عمل كثيرة. نعم. من الخبرة العملية اللي أنا اكتسبتها. نعم. في القوات المسلحة الأردنية. يعني سيد علي ردايدة، حدثنا عن مشروعك برادفورد لصيانة السيارات وقطع الغيار. حدثنا عن بداية النشأة والفكرة، من أين جاءت؟ برادفورد بعد أنا ما اشتغلت في المملكة العربية السعودية مع عدة ديلرز. نعم. وكان يتقدم للريجنال سيرفيس مانجر. نعم. بالسعودية أكثر من 100 مهندس معي وأنا أخذت الرقم واحد. نعم. بناء على الخبرة العملية اللي أنا قضيتها في القوات المسلحة فكان الاختيار وقع علي. نعم. وطلعت على المملكة العربية السعودية وعملت في 4 ديلرز، منهم دوج جيب كرايزلر. نعم. وفي لاند روفر، رينج روفر، جاكوار. نعم. واخر شيء في السعوديه، فعملت مع الغسان موتورز في بي هايست براند. نعم. في السيارات اللي هي بنتلي، لامبورغيني، بوغاتي، وماكلارينز. هاي سيارات غاليه جدا واشتغلت از افتر سيلز مانجر. بعدين طلبت من قبل شركه ابو خضر كسينيور سيرفيس مانجر معهم للجي ام سي وكادلك واوبل في عمان، اشتغلت معهم حوالي سنة. بعدين أنا رأيت أني أنا أفتح لي مركز للصيانة مع قطع الغيار. نعم. مشابه للصيانات الموجودة اللي أنا اشتغلت فيها. نعم. في الوكالات السيارات. فأجت الفكرة أنه نفتح هذا المركز، وفتحناه ب1/1/2017. ومركز بيعادل الصيانات الموجودة بالوكالات، وجبنا جميع الأجهزة. نعم. اللي بتستخدمها الوكالة، واشتركنا أونلاين. نعم. للسوفت وير والأبديت اللي موجود على السيارات حتى 2018. نعم. فالأجهزة الأصلية اللي موجودة عندنا هي الـ MDI2 للجي أم سي، VCM2 للفورد، والوايتك لكرايزلر دوج جيب. هاي الأجهزة موجودة عندنا في شركة برادفورد عشان فحص الأجهزة وعمل سوفت وير أو أبديت للسيارات الحديثة. وكل السيارات الحديثة إلا يكون فيها أخطاء فنية خارج من المصنع، هاي بسموها البرودكت إيشوز أو فيليرز، بتكون لها نسبة معينة فبحتاجوا sometimes إنهم يعملوا ابديت على السوفت وير الموديولز الموجوده في السيارات.
يعني سيد مهندس علي الردايدة، يعني ما شاء الله يعني تاريخ حافل في هذا المجال وخبرة مميزة. حدثنا يعني عن، بالتأكيد عندما تفتتح يعني مشروعك الخاص ستضع فيه بصمتك الخاصة. نعم. حدثنا عن هذه البصمة في هذا المشروع. والله هذا المشروع احنا عملناه اول شيء بنتخوف، يعني اول شيء يعني في المصداقية، اثنين بنطبق في الخبرة الفنية واب تو ديت في التكنولوجي. الان مثل ما بتعرف انه السيارات كلها حديثة وكلها كمبيوترايز كنترولد، كلها مايكرو بروسيسرز وفيها عدد هائل من السنسرز، وهاي السنسرز هي الانبوت للكمبيوترات او المودولز الموجودة بالسيارات، وفي لها اوتبوت اللي هي سويتشز والموتورز الموجودة. اللي طبعا هاي بدها يعني علم، يكون واحد متعلم حتى يعرف يقرا الترابل كود ويشتغل عليه صح حتى يصل للروت كوز. طيب. او اللي هو الخطا اللي في السياره. يعني هاي المشكله بعاني منها كثير، يعني بتلاقي واحد عنده تشيك انجن لايت اون على الداشبورد تبع السياره، بروح على عده كراجات للاسف يعني بالبيادر بتلاقي بصير تحذر، لا عندك اكسجين سنسر او سمثينج يعني موجود بالفيول سيستم للسياره. فاحنا شرينا الاجهزه ومن خبرتنا يعني عشان نشتغل صح، يكون سرعه في ايجاد المسبب لهذا الخطا، وعندنا الاجهزه اللي بنحتاجها كامله لصيانة السيارات وتصليح الأخطاء الفنية سواء كانت إلكترونية أو باي ذا سوفت وير. حتى إذا كانت بالسوفت وير بنقدر نعمل فلاش جديد للكمبيوترات السيارة ونصلح السيارة، يعني ما عندنا أي مشكلة في أي خطأ فني. نعم. يعني سيد علي ردايدة، ما الذي تقدمه شركتكم لا تقدمه الشركات الأخرى، أو ما الذي يعني تتميز به هذه الشركة عن الشركات الأخرى؟ اللي بنتميز فيه أنه وجودي أنا على رأس عملي في هذه الشركة من الخبرة اللي أنا اكتسبتها سواء في القوات المسلحة الأردنية، لأني اشتغلت أنا مباشرة يعني عملي. إذا ما في اي مهندس يعني بتخرج فريش، وهي نصيحه يعني، اذا ما اشتغل عملي صحيح. وباخذ المفاتيح يعني الكيز في الدراسه النظريه بعدين بتطبقها على الواقع صحيح. فتطبيق على الواقع يعني احيانا انت بتواجه مشاكل فنيه جديده، فبدك تجتهد حسب خبرتك حسب دراستك، ترجع للدراسه وتحل المشكله الفنيه. السرعه في حل المشكله الفنيه هو اللي بيحتاج للخبره الفنيه الفائقه. في هذا المركز احنا بنشتغل كله علمي على اسس علميه وعلى الخبره اللي انا اكتسبتها بالديلرز اللي انا تكلمت عنها سابقا. وشو الاخطاء الفنيه؟ من الخبره انت بتصيري تعرفي هذا الخطا حله كذا كذا. نعم. فبكون سرعه في الانجاز، فعندنا سرعه في انجاز اي خطا بالسياره. نعم. يعني سيد علي ردايدة، أي مشروع يتعرض دائما لعقبات ومعوقات، ما أهم هذه العقبات التي واجهتك خلال تكوين هذا المشروع وهو مشروع ضخم يعني ومفخرة أن يكون متواجد لدينا داخل مملكتنا الحبيبة؟ والله شوفي يعني احنا ما واجهنا اي صعوبات ولا اي عقوبات يعني خلال المشروع، يعني الحمد لله موفقين في كل شيء في طلب الأجهزة، لأني أنا بعرف شو الأجهزة المطلوبة وكيف مركز الصيانة. نعم. فعنا تحت موجود استقبال، شغلنا مهندستين فريش من نقابة المهندسين تدريب من أجل التشغيل، طبعا رايحين احنا نثبتهم فيما بعد في هذا المركز. احنا دربناهن كيف عمليات الاستقبال في الصيانة، طبعا من خبرتنا كيف الانسان يكون عنده، كيف يستقبل العميل، كيف ياخذ من الزبون الخطأ الفني، وبنستخدم كرت العمل بالكمبيوتر عليه كل المعلومات تبعت الزبون ومعلومات السيارة، وتحت بتستمع البنت للخطأ من الزبون، بعدين بتحول الجوب كارد للفني المختص
الفني المختص بيشتغل على السياره، بعدين عندنا مشرف بفحص السياره هل تم تصحيح الخطا 100%، وبعدين بحط اوكي الكواليتي كنترول اللي هو المشرف عندنا، فبتنتهي هاي العمليه. فحقيقه انا ما واجهتش اي صعوبات في عمل هذا المركز، حتى نضيف يعني عمل فني محترف بمعنى الاحتراف للسيارات الامريكيه المنتشره بشكل كثير في وخاصه الفورد فيوجن، يعني موجود الان موجود اكثر من 30,000 سياره فورد فيوجن على الشارع الاردني، صحيح، وبواجهوا مشاكل فنيه كثيره. وابسطها لما بروح على كراج بغير له زيت وفلتر وبتجي مسج عشان يعملوا ريسيت للنكست سيرفيس، يعني للصيانه القادمه. بعض الميكانيكي والكراجات للاسف لانه ما فيش اي معرفة او كافية. اطار حتى من الدولة، نعم، انه هذا بده يفتح جراج، ايش المتطلبات؟ مش موجود الان، نعم. يعني اي واحد بيطلع من اي ديلر بيطلع بيعمل كراج، بس ايش مطلوب منه؟ لازم يكون مثلا متدرب، صحيح، عنده خبرة، يكون مهندس او كذا الى اخره، مش موجودات الان لحد الان، صحيح. فهذا المركز عندنا خبرات فنية كويسة، نعم، وانا على رأسهم لحل معظم المشاكل الفنيه تبعت السيارات. ف يعني هاي شغله بسيطه، يعني الريسيت تبعها بيتم في السيارات الامريكيه يعني بكل سهوله عن طريق الالكترونيك فيهيكل انفورميشن سنتر الموجود على السياره، نعم، موجود بفورد، موجود بكرايزلر، يعني بكل سهوله يتم عندكم حل هذه المشاكل يعني عند الاخرين ضخمه. نعم، تعملي له ريسيت وبطلع. هاي معرفتنا من الخبرات اللي اكتسبناها بشركات، فبكون سهل. يعني بيجينا انا زبون، اجاني زبون مغير بالوكاله مش عاملين له ريسيت للسيرفيس، بقول لي الزيت ما تغير. قلت له لا، هم غيروا لك الزيت بس ما عملوا لك ريسيت، نعم، للاويل مسج تشينج، ظلت تظهر قدامه. فهون بصير شك من الزبون اللي عمل هل غيروا لي الزيت او ما غيروش لي الزيت. فهاي يعني شغلات بنضيفها في هذا المركز، بنغير له حتى المالج، وبنعطيه كرت صغير، نعم، فور ذا نيكست سيرفيس. الان معظم السيارات يعني بتغير زيتها على 10,000 كيلو او سنه، نعم، ايهما يسبق. طبعا في تايم عشان الاديتيفز الموجوده مع، نعم، الزيوت، نعم، يعني لو ما مشى 10,000 كيلو، نعم، الوقت بيفقد الزيوت احيانا، نعم، الاديتيفز اللي موجوده عليه ومنها الانتي اوكسيديشن، نعم، يعني الزيت هذا بزيت كل اجزاء المحركه، نعم، الرئيسيه الداخليه. يعني سيد مهندس علي رديدة، يعني انا كل فخر لتواجدي داخل مشروع مثل هذا المشروع، يعني منظم دقيق يعني بكل معنى الكلمه، وحضرتك مفخرة للشباب الأردني الواعي القادر على افتتاح مشروع الذي ينافس به يعني ربما المشاريع الأخرى الكبرى يعني في بلدان أخرى. حدث لنا رسالة للشباب الذي يعاني من البطالة، وذلك يعني لقلة سعيه نحو العمل وهذه الأمور. والله أنا بشجع كل الشباب، كل، نعم، الشباب أول شيء يتجهوا إلى التدريب المهني، نعم، الأيام الحالية يعني التدريب المهني مش عيب، نعم، يعني أتعلم نجار، أتعلم حداد، أتعلم، نعم، الخراطة على الماشينينج ماشينز، نعم، أي شيء مهني الآن مطلوب، صحيح، ومطلوب الاحترافية لأنه التكنولوجيا الآن يعني عالية جدا، صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، كل شيء موجود عليه. فالآن كل الناس يعني لازم أنت تكون محترف في مجال عملك. فأي شاب صغير يعني ما يكون عنده أي عيب يتعلم أي مهنة موجودة، وعندنا عندنا كليات التدريب المهني او مدارس التدريب المهني او معاهد التدريب المهني موجوده منتشره، ويعني قاعدين بعطيهم فرص حتى يعني اللي ما بنجح بتوجيهه بطلبوه وبيساعدوه، حتى في القوات المسلحه اداره التشغيل، صحيح، موجوده بطلبوهم بعطوهم راتب بعلموهم، صحيح، على اجهزه ومعدات،
صحيح. عمره ما شافها، بس تعلم هاي المهنة بيقدر يبدأ مشروع صغير، مش شرط الواحد يبدأ بمشروع ضخم كبير صحيح ويحط تكاليف عالية جدا. صحيح، وأنت أكبر مثال لهذا الموضوع، يعني تدرجت نعم. تدرجت نعم. حتى فتحت نعم. هذا المشروع. نعم، يعني مهندس علي لولا نعمة الأمن والأمان لما استطعنا فتح هذه المشاريع، ولما استطعنا يعني هذه النعمة يحسدنا عليها الكثيرون. حدثنا يعني كلمة. والله الأمن والأمان، أنا كضابط متقاعد يعني سابقا بتكون شهادتي مجروحة، لكن الحمد لله رب العالمين عندنا أمن وأمان، وعندنا كما قال سيدنا القوات المسلحة الأردنية يعني من أقوى الجيوش العربية الموجودة في المنطقة، يعني تدريبا وعدة من كل النواحي. حتى يعني أنا بدي أحكي لما أنا طلعت مراقب عسكري في 94 على أبخازيا وجورجيا، كان الجيش الوحيد من الدول العربية اللي مشارك في الأمم المتحدة، وهذه مفخرة. وكان عدد ضباط يعني حصتنا إحنا بين الجيوش العالمية مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وروسيا وأمريكا 10 ضباط 10 ضباط. يدل على أنه التدريب اللي موجود بالقوات المسلحة الأردنية عالي وكفاءة عالية. صح. والحمد لله رب العالمين، يعني بكل شيء قوات نعم. المسلحة تدريبها عالي، والأجهزة الأمنية الأخرى كمان سواء كانت أجهزة المخابرات أو الأمن العام قوية في التدريب والتكنولوجيا. وسيدنا الموجود الحالي لا يبخل على القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية باستخدام أعلى تكنولوجيا من شراء الأجهزة أو المعدات أو الأسلحة لحماية الأردن. يعني مهندس علي أشكرك جدا على تواجدك اليوم معي، وكل فخر لوجودي داخل هذا المشروع والتحدث معك، ويعني دعمك للإعلام ودعمك لهذا الوطن الحبيب. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. اسمح لنا يعني في نهاية اللقاء أن أخذ جولة داخل المشروع لتصوير. أنتوا أهلا وسهلا فيك، والمكان مكانك، أهلا وسهلا، ودائما أهلا وسهلا بالجميع. شكرا لك. يا هلا.